ببرامج بتتصورات برؤى لكيفية انه البلد يعني ينطلق. خليني هرجع لحضرتك، ولكن بنتابع معاكم على الهواء مباشرة. الإسكندرية الآن احتفال ضخم قدام حضراتكم الآن على الهواء مباشرة من محافظة الإسكندرية، ده احتفالا عقب انتهاء اليوم الأول زي ما حضراتكم شايفين كده، احتفال بيقام في محافظة الإسكندرية، والكاميرا لو فتحت شوية هتلاقوا الآلاف، يعني بيكلمونا على 3-4 آلاف موجودين في هذا الاحتفال اللي بتقيمه الإسكندرية الآن، يعني احتفالا بانتهاء أعمال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.